الأعزاء، هكذا تتواصل التحديات والانطلاقات هنا في هذا الصباح، وهذه التحديات المميزة والمثيرة، ومع انطلاقة عاشر أشواطنا في هذا الصباح وفي هذا المحل الرابع، ومع انطلاقة سن اللقاية وتحديات اللقاية القعدان، إذا مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء ننطلق وإياكم مع مجريات هذا الشوط ومع الانطلاق الأول. من يندفع على أول الأسماء وقائمة التحدي والإثارة هنا على الصدارة؟ من ينطلق على مقدمة التحديات هنالك؟ الباز ومحمد بن فهد بن سعيد آل خديعة المري، من ينطلق في هذا اللحظات مقدما لنا الباز في هذا الشوط؟ بينما ثاني الأسماء والانطلاق مع الجذاب وعلي بن راشد بن علي بالأدهم المري، ينطلق مع الجذاب ومع تحديات الجذاب على ثاني الأسماء، وينطلق إلى الصدارة إلى مقدمة التحديات هنا مع انطلاقة هذا الشعار والشعار بالأدهم. من يتزحم الجموع هنا في هذا الشوط؟ بينما ثالث الأسماء والانطلاق وصل الرياض أو الانطلاق هنا مع الباز راشد بن سعيد بن حمد الزعبي، هنا من ينطلق على ثالث الأسماء، بينما رابع التحديات والانطلاق مع رياض وحامد بن علي بن مايقة الإحبابي، من ينطلق على المستوى الرابع ويتقدم هنا على ثالث الأسماء. خامس التحديات وصل زاهي في هذا اللحظات وناصر بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري، ها هم سكان الصدارة وعشاق المقدمة هنا على صدارة التحدي هنا في هذه اللحظات، ولكن الصدارة لا زال هنالك، والانطلاق مع التحديات الأولى هنا في هذه اللحظات والانطلاق المميز، ينطلق الجذاب وعلي بن راشد بن علي بالأدهم المري، من ينطلق مع الجذاب ويجذب الأنوار هنا مع الجذاب وانطلاقة الجذاب هنا على صدارة التحديات الأولى، ولكن حذاري حذاري يا بالأدهم، الشعارات قادمة لا محالة، أول الواصلين هنا على ثاني المراكز وصل هنالك، والانطلاق مع الباز وراشد بن سعيد بن حمد الزعبي، من ينطلق على ثاني الأسماء وثاني التحديات، ثالث المراكز والانطلاق هنالك مع رياض حامد بن علي بن مايقه الحبابي، ينطلق هنا في هذا اللحظات، والكل يحب الناموس، ولكن من ينتزع في هذا الشوط والقادم على رابع الأسماء وصل زاهي ناصر بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري، والقادم في هذا اللحظات وأول نداء لهذا الشعار وصل مزاح وخليفة بن أحمد بن سعيد المنصوري، الله يا المنصوري وانطلاقة المنصوري، من ينطلق ويغير المراكز إلى ثالث التحديات وعين على الصدارة على مقدمة التحديات، ولكن لا زال الجذاب والشعار بالأدهم، من يحلق في فضاء وسماء الميدان مع الجذاب، ولكن الإعلان الأخير والكيلومتر الأخير غير الزعبي هنا على الصدارة مع الباز، الباز ينطلق على قائمة الأسماء المميزة المثيرة هنا مع الزعبي كأول الأسماء، ينطلق مع التحديات الأولى راشد بن سعيد بن حمد الزعبي، ولكن المنصوري يبحث عن انتصار وفوز في هذا الناموس، خليفة بن أحمد بن سعيد المنصوري مع معتصم موسى، من ينطلق ويتابع هنا على ثاني الأسماء، الله الله
انطلق المنصوري، اندفع المنصوري، هنا مع الامتار الاخيرة، هنا ليذهب السلام الى الاشقاء في دولة الامارات او هنا في ابناء الدار. ينطلقون ابناء الشحنية هنا على الصدارة، ومع الانطلاق الاول مع تحديات هذا الشعار المميز، ومع المنصوري من ينطلق مع مزاح خليفة بن احمد بن سعيد المنصوري، ولكن القادم الله الله من ينطلق على ثاني الاسماء هنالك مع هذا التحدي، والوال علي بن صالح بن هزاح العذبه المري ينطلق معه والوال، والوال ومزاح، ولكن مزاح مع المنصوري مع الامتار الاخيره مع المية متر الاخيره. وسلام يا الشحانية، سلام وسلام عليك المنصوري، ومزاح مع الانتصار مع السلام هنا في هذا الشوط ثانينا. والف مبروك لخليفة بن احمد بن سعيد المنصوري ثاني الاسماء. فكان هنالك عجلان وسليمان بن سلامة الفايد الجهني ثالث الاسماء. ثالث المراكز فكان الباز راشد بن سعيد بن حمد الزعبي، ورابع الاسماء ثالث المراكز فكان هنالك والوال علي بن صالح بن هزاع العذبة، ورابع المراكز رابع المراكز هنا الباز راشد بن سعيد بن حمد الزعبي، خامس المراكز فكان ذيبان مع راجح بن محمد بن طالب بن عقيل النابتي. إذا مشاهدينا هو مزاح من انتزع الناموس وتوقيت الزمني المميز 6:21 و22 جزء من الثاني. تهانينا لخليفة بن أحمد بن سعيد المنصوري ثاني الأسماء، فكان شعار الفايدي وتوقيته 6:22 وجزئين من الثانية. تهانينا لمالك عجلان سليمان بن سلامة الجهني ثالث الأسماء، فكان التواصل والانطلاق مع تحديات ثلاث المراكز، فكان والوال مع علي بن صالح بن هزاع العذبة وتوقيته الزمني 6:22:54 جزء من الثانية.